مرحبا حبايبنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون تكونوا بصحه وخير؟ الحمد لله. انتم شلونكم؟ الولد ما قاعد يسكت، قاعد نريد نحاول نصور لكم الفيديو وياني قاعد خامس مره كل ساعه نسكت ويبكي. المهم قبل لا نبلش هذا الفلوج لا تنسوا تشتركون بالقناه وتسوون لايك وشير وتابعوا هذا الفيديو ويا احبابكم. شاركوا هذا الفيديو ويا احبابكم. خلصت من السرعه. اوكي، اليوم راح نسوي عيد ميلاد يزن. طبعا يزن اكتوبر 6 واليوم اكتوبر 8، يعني صار تقريبا 3 ايام، والسبب بالتاخير ان انا شفت مريضه. سلامتي سلامتي، الله يسلمك. اسكت التشبيك، روح سكت اخو طاح الكورونا. انا خليني اروح اسكت هلالي ونرجع لكم احسن. حبايبنا، اليوم عيد ميلاد يزن، سوينا له هاي هدايا الاثنين. طبعا الشقيقة من ورا ارسلان وايلان، جبنا له بالونات انه هو يحب فينم، ثيم فينم، فجبنا له الاحمر والاسود. يعني راح نسوي له شغلات بسيطة اللي هي بس هيجي بالونات، وهو يحب التشيز كيك فاشترينا له تشيز كيك وبس. هاي هي. وهاي طبعا ايان سواها، وهاي بعد ايان، فايان الفكره مالته انه يخليهم هنا، بس هو متحمس انه يشوف الهدايا ماله. اتصل لفتره يقول ماما شققت، ايه خل اوريكم. شوفوا شوف، كان ينام وياهم، تعرفون السرير مالته حاطهم يم السرير وينام، بس شنو الشقيقه من ورا ارسلان صح؟ يا يقول اوكي حبايبي، هذا الشكل النهائي. ترى جبت لها هاي الكيكه تشيز كيك. اوكي، حطيت الشموع على عدد السنوات، وهنا هابي بيرثدي، حطينا البالونات هنا وناطرين هسه يجي من المدرسه، وهي بالونه طايحه. خلينا نشوف شنو رد فعله على الهدايا. طبعا اجوا من المدرسه معايا ايلاني قاعد يبكي خشمه طيه بيبي. يلا خلينا نفتحها، بس ناطرين هنا. اوه نسيت ما فتحت الشموع، عندي وقت. الديكوريشن مالت ايان، يو لايك ات؟ طبعا الشموع، ويت اياني الشموع خلينا نشبهم، ما لحقت. اوكي هسه ايزن، وش يو ميري كريسمس، وش فور يور بيرثدي. شنو تتمنى؟ تتمنى غمض عيونك، تتمنى اي ويش ذيس هول فاميلي بيكام ريتش. شوف الوش مالت، يعني ما اتمنى شيء إله، لا اتمنى إلنا كلياتنا. يلا so على مود هاي الزوني، انت you deserve. I'm gonna give كلش. Him 2 hours. He play the oh with شنو with شنو he play with the game and he play with his toys. اوكي يلا 1 2 3 start. يلا اي وحدة تريد تفتحها، الكبيرة ولا صغيرة؟ I have to give him his gift. It's in Fortnite. يلا يلا. طبعا يزن يسوي روحه هو ما يعرف شنو الهدايا، يعني شنو؟ وهاي اكيد انا هاي الهديه مال طلبتها من امازون، فاكيد هو رايح وشايف السله مالتي مالت امازون. والله يلا سلام سريع بالتشكيل، اكيد اي شيء بي خراب بسرعه. الهديه مالتي ماما. It's a car. Yeah. I know. Two cars. Wait, what? Wait. Why the car? This car can fly. Flying car. Yay. I think I want the car. Hi for you? For me? Oh, I want this car. Jenna. Mama, I didn't have this color. I have the blue truck. Really? Oh sorry by mistake. Oh my god. طبعا قبل لا يصير عيد ميلاد يزن قلت له هاي امازون، حط بسله امازون شنو الشغلات اللي انت تريدها، فحط هواي شغلات ومن ضمنهم انا جبت له شغلتين، وحده هو يريدها وحده لا منها. يلا شفت شلون انا حبيتها، قلت هاي كلش حلوه راح تستانسون عليها. يزن يزن سيريسلي، منو هدايا احلى، بابا ولا ماما؟ بوت. لا خفت من بابا، خفت من بابا، خفت من بابا. يعني صحيح هاي
هدية بابا أغلى بس مالتي أحلى. But I love both of them though. Both of them. Both of them. Both of them. يلا خلينا نشوف شلون راح تشتغل هاي السيارة. خليني أفتح اللايت. I wanna try it. يلا خلينا نشوف. Wow. My turn. وين الريموت؟ Oh my God. أرسل. أيان روح جيب لي الريموت من أيان. حط 3 باتري. I give him the remote. He bring 3 باتري. مطرة الدنيا على ما يضبطون غراضهم. خلنا أوريكم إيش البرة. يلا طيب. شلون مطرة؟ واو قاعد تمطر شوفوا. يلا صار رجعنا داخل. يما فدوا أرسلاني إيلاني إيلاني إيلاني. يريد يطلع برا. الباب. مسكر. واو يلا. هاي بيها بالإيد حياتي وينه؟ إيلان. أوه ماي جاد شوفوا إيلان شوفوا إيلان شلون طلع. أنا فتحته بس. تعال حبيبي تعال تعال ماما تعال يريد يطلع وين طالع بالشمس قصدي بالمطار ألا بور شوف شوف كار كار. طبعا الحلو بهاي السيارة إن بيها هذا الشيء تلبسونه بالإيد ويتحكم بيها بالإيد يعني إيده يحركها فوق حدر فالسيارة تمشي على هالأساس. بس وعد رح يلبسها. وبيها نفس الوقت همها هذا الريموت. يلا هسه خليها هدها بيد بابا شغلها. طبعا العركه قامت ايلان يريد يمسكها. شوف 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 اوكي اوقف بابا اخر شوي اها شوف سلام بابي هاي هاي البيت اللي بريد شيء جديد. يس منك انت من ايدك ايه شوف شلون تصعد لفوق اها لازم نعرف لو وخر بقى شيل البيبي شيل البيبي شيل البيبي شيل البيبي واو رهيبة اوقف بابا اول شيء لازم نعرف شلون ولك كظ البيبي كظ البيبي لا يتعور اوقف اوقف كظ البيبي هاي لازم برا واحد يتعلم ماكو اوقف بابا حركات اها اها إيلاني إجا جيبه هنا جيبه يمنا تعاي يمي ماي قل لها تعاي قل لها تعاي مرة ثانية انت ما تعركين بس نزلنا على البيسمن قاعد نتعلم شلون نركب أكتوبوس صح؟ أكتوبوس 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 أنا على بالي أوكي يعني تحط بيها التليفون هنا لا ها شلون؟ مو القد ذيك اللي جبناها وكسروها يا ذيس وان يو وير ات تسوي لها داونلود وتسوين بيها أوكي 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 بالله البسها خلينا نشوف سويتها على القياس مالك نو أي كذا جيف مي أي ويل أي ونا تراي أوقف بابا خليه البير داي بوي يلا طبعا عندنا هنا يزن اللي هو مولع بالالعاب بي اس 4 وهاي السوالف ايان عندي لا ايان يحب الرسم اكثر شيء دروينج اما يحب اللعب يا اسبوس
اي لازم نسوي له هنا كونكتد. كل شيء ماكو شيء. Now just simply draw a boundary outline of your play space. طلع لك هسه نيكس. طلع لك نيكس ولا ما طلع؟ شفت شلون انه تخطط المكان اللي حوالينك حتى ما تطلع. طبعا انا كنت رابسته قبل شوي قاعد اسوي لهم السيتنج. طبعا انا شلون عالم ثاني داخل فظيعه. شوف شلون اندلهن. شلون تندلهن؟ انا ما قاعد اشوف لان يدليني وجهي. والله يا بابا يا نسوي اي حركات البابا ما يعرف طبعا. بس اشوف هذا واخر لا اضرب لي واحد. طبعا شوفوا عشان السيفتي هاي لما تشغلونها لازم تحطون مكان تحددوا لكم مكان عشان لا تطلعون بيها. بس كلش حلوه. بعدها قاعد اسوي داونلود 60%. انا مو شو اسمع مو قاعد اسمع صوتك. لا هسه اطق التلفزيون واكسره ما فاضي يعني اقعد ادفع فلوس بعد يمه. بابا كيف بعده بابا داونلودينج. اوكي هو داونلودينج. انت ليش لابسه نزع؟ اريح ايش بدك السالفه. والله حلوه عالم ثاني. واو بابا سيتك كنترولر رايت ذير. تشوفون الكنترولر بس ما تشوفون ايدين. هسه خلصناها حق يزن. هي اصلا هي تابعه للفيسبوك. اكو هنا هذا البرنامج مالتها نزلناه على الفيسبوك. سوينا له اكونت للفيسبوك والاكونت مالتها. وهسه هو يزن راح يلعب. اول شيء خطط المكان. فقلت له انا خطط المكان هنا. راح يختار اللعبه من البرنامج وراح يلعب. صعد فوق. شوف فوق ماما. لقيته؟ انت مو خططت ولا ما خططت عدل؟ Yeah I did but I see the line. When I go out I can see the house. ها لما تطلع برا اللاين تشوف البيت. اوكي لان هو شوف خطط للمكان. سو بس يطلع برا التخطيط يشوف البيت. اها شوف حلو طلعت هسه انت. هاي ماما. هاي تشوفني هسه داخل تشوفني؟ لا هسه شوف ما يشوفني. اوكي شوف اليوم تعال تغدى ويانا. سوينا ومن وين يتغدى ويانا؟ يا سلام جماعتنا بس حبايبنا صارت هنا. اوكي تعرفون شنو سويت اليوم؟ تشريب احمر. نادرا اللي سويته صار لي واقف بالمطبخ من الصبح وتجي هي على الحاضر. احلف بس لان لا انا اللي سويتها لا تا لا يعني اوكي من تطبخ تطبخ بس لا تكذب. لا تكذب حياتي. عيب. اوكي شنو المكونات اللي خليتها انا؟ يلا قول اذا انت طابخها صدق. طبعا وصلوتهم وحمسته وعندي طماطه مطحونه شو اسمها الطماطه اللي بالفريزر حطيت حتى تشيسين. والله العظيم انا اللي طبخت. والله ايه قول والله العظيم انا ما احلف. رفعت ضغطي. الكذابين ما يحلفون. زين الكذابين ما دائما اكثرهم اللي يحلفون هم الكذابين. انا قلت والله اني طبخت. زين وهذا الغداء مالتنا. وعد قاعد يفرد لهم الخبز. زين انا كل شيء سويت. لان كل شيء سوى المسكين. وهاي عندنا هنا التشريب اللي انا سويته. اي اللي انا سويته. انا ما اسوي صحن كبير واثرد. لا كل واحد شنو يريد يثرد على القياس اللي يريده ويحط له المرقه مالت الثريد. زوزو خبزه زوزو. انا نص خبزه. يلا كافي. شنو هاي زواده؟ هاي العبد السادة طلق مرته عاف اولاد هيان. بس انا هاي هيان ما بدون لا شلون تاكل. اي بدي ماما 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 ايوه. شوفوا الزين. شوفوا شلون سويتها انا. طبعا هسه انت خبلت الجمهور لحد الان ما مستوعب منو اللي مسويها. توقعون منو؟ جوزو يلا الخال. والله انا اللي مسويتها. خلاص قلنا انت. انا سويتها. قلنا انت. شوفي رحبتي. لا خلاص ما يصدقون. بابا I want more to buy yourself. ماما. The VR was fun. Now I feel like I'm still in
حبايبنا هذا اليوم الثاني صار ونسينا ما ختمنا الفلوج وياكم. هسه راح نختمه وانت راح تختمه بس وريهم النبق والتفاح الصغير. نازل النبق. شوف يعني بأمريكا وعندنا نبق. وهذا التفاح أبو سيوة. بالعراق نسميه. ما أدري. إي والله شو الاسم؟ أي تعرف منين جابوا هالاسم تفاح أبو سيوة؟ ها؟ ما أدري. بس طيب احنا من التفاح الكبير. يا. وجينا النهاية نختم البلاغ مالتنا. لا تنسون شير هذا الفيديو ويا أحبابكم وأصحابكم. تشتركون بالقناة. اشتراك بالقناة. وإذا مو متابعين على التيك توك والإنستغرام يروحون يتابعونا. هاي بعد أنت قلتيها بعد شنو؟ إي الأقل لهم أنت بعد. ليش أنا؟ يلا. وإذا حبيتوا هيج فيديوهات يومياتنا اقضوا يوم ويانا قلونا عشان نسوي لكم بعد. وأنا خليني آكل تفاح. يلا باي باي. باي باي نحبكم.